عن كتاب البخلاء للجاحظ وقلت له مره قد رضيت بان يقال عبد الله بخيل قال لا اعدمني الله هذا الاسم قلت وكيف قال لا يقال فلان بخيل الا وهو ذو مال فسلم الي المال وادعني باي اسم شئت قلت ولا يقال ايضا فلان سخي الا وهو ذو مال فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال واسم البخل يجمع المال والذم فقد أخذت أخسهما وأودعهما قال وبينهما فرق قلت فهاته قال في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه وفي قولهم سخي إخبار عن خروج المال من ملكه واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد والمال الزاهر النافع مكرم لأهله معز والحمد ريح وسخرية واستماعك له ضعف وفصولة